السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد عند اختكم نادية. بحول الله تعالى جبت لكم طبق صيفي بامتياز، قلي السمك على الطريقة التركية. اقعدوا معايا وشوفوا طريقتي كما راكم تشوفوا. الو، بعد ما غسلت السردين تاعي، سردين على فكرة نوعية جيدة، غسلته وتبلته وخليته ابوبخي نص ساعه او ميم اكثر بالتوابل، التوابل كما تبغون نتوما. الوغ جبت سميد ودرت فيه ثاني التوابل اللي نديرها في السمك، درتها في مع السميد. درت بابريكا، فلفله حمراء، فلفله حمراء وسي بيكانت حاره، ودرت شويه كمون والملح. فوالا هذا ما كان، شفتو الكمونه ويوال يوال مع السردين. وما نسيتش ما ننساش باللي في التتبيله تاع السردين راني درت الخل، استغفر الله، درت 10 تاع ليمون. هاي الوقت اللي تخلوه يطول الوقت اللي يجي شباب. ايوا في كما راكم تشوفوا الفيديو يعبر على ما اقول. وجدت مقله ودرت فيها ابوبخي مغرف تاع زيت، مغرف زيت زيتون. نسيت ما صورتها لكمش في البدايه باسكو كنت حاسبه باللي الفيديو التليفون راهي يسجل وانا ما سجلليش. الوغ كي نكمل كاع السمك تاعي نسد فيه مليح مليح، عاد يجي الشكل تاعو جميل والذوق كذلك. الوغ فرغت ابوبخي 3-4 كويير دو لويل دوليف، زيت الزيتون فرغتو من الفوق وشعلت النار. الوغ وخليته يطيب على نار قليله هكا باش ما يشربليش الزيت بزاف، وطريقه نشتها فعاله وصحيه. هذا ما كان، درك كما قلت لكم درت شويه زيت، هي على يغير شويه ماشي بزاف باسكو هو كي خليته طال بزاف. قلت لكم ما بقي من نص ساعه حتى لساعه ساعتين تخلوه في ديك التتبيله تاعو. هيا ويجي الشكل تاعو المذاق اروع، صحي ولذيذ. بصحتكم وراحتكم، وان شاء الله يوصل لكم هذا الفيديو وانتم والاهل والاحباب صحه وعافيه. ومرحبا بالمشتركين الجدد اللي شرفوني ونوروني في هذه الفتره الاخيره، بالرغم من انني مانيش نزلت بزاف الفيديوهات لظروف لا تسمح لي. والمشتركين القدم اللي دائما معايا نوجه لهم تحية خاصة وتحية خالصة من قلبي ليكم جميعا، وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوني غطيت السمك تاعي، غميتها من